توصيات بتوصيات هامه، واحنا بنقول هنا بقى على الدوله تنفذ. هنا يعني آن الاوان للتنفيذ، لان عملنا مؤتمرات الاقتصاديه في شرم الشيخ وده المؤتمر الثالث، عقدنا البروتوكولات، وقعنا بروتوكولات واتفاقيات ثنائيه ما بين مصر والدول الافريقيه خاصه السودان، وأيضا أنشأنا صندوق مع إثيوبيا، ووقعنا اتفاقيات لما جه زارنا أبي أحمد ومن قبله ديسيلين كان جايب برضو معاه وزراء ووقعوا، فوقعنا كتير. آن الأوان إن احنا ننفذ بقى، يعني احنا ما شفناش تنفيذ. هنا الرئيس البشير حضر إلى مصر في 2016، في أكتوبر 2016، وكان معاه عشرات الوزراء وكبار رجال الأعمال، ووقعنا العديد من البروتوكولات وسمناها بروتوكولات الشراكة، حتى بعيدنا عن كلمة التكامل، بقينا تشاءمنا منها خلاص، جربناها كتير، فجربنا مصطلح جديد وهو الشراكة، يعني احنا شركاء. وشفنا من أكتوبر 2016 لحد الشهر اللي فات ما حصلش أي حاجة، ما طبقناش. لا تفعل، ده دور بقى الوزارات والشركات ورجال الأعمال، ان هم خلاص اذا المناخ اصبح يعني مؤهل، حسنا الطرق، حسنا العلاقات الرسميه ما بين الحكومات، برضو التشريعات يعني الى نشجع. يعني احنا المفروض مصر محتاج، احنا بنستورد تقريبا 40% من غذائنا من الخارج، من باب اولى ان انا انظر للدول الافريقيه اولا، لو اللي انا محتاجه موجود في الدول الافريقيه يبقى اجيبه منها، ما اروحش اشوف استراليا ولا اشوف البرازيل اجيب منها اللحوم ولا اشوف الارجنتين. يعني احنا في قارات وبين هذه القارات محيطات ضخمه، والنقل كمان يعني اضعاف تكلفه النقل، وسايب الدول الافريقيه، سايب الدول الجوار، سايب السودان، سايب اوغندا، سايب اثيوبيا، لو لهم مصالح معايا اقتصاديه يعني تقدر بعدة مليارات من الدولارات، هيعملوا حساب أي مشكلة سياسية تحدث في المستقبل. يمكن كان لو فيه علاقات اقتصادية كبيرة بين مصر وإثيوبيا ما كانتش حصلت مشكلة سد النهضة، لكن حصلت مشكلة سد النهضة وتصاعدت، وهم المواصفات بلغوا في المواصفات بشدة وتصريحات شديدة سياسية شديدة، منها مثلا لن نتوقف في البناء وأن